الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة يا الفلاح الله أكبر الله أكبر لا اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وحبيبنا محمدا رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق والنور والموعظة ليخرج الناس من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. أترضى عن آل بيته الطيبين الطاهرين وعن صحابته أجمعين، وأترضى على من أحبهم واتبعهم بإخلاص إلى يوم الدين. عباد الله أوصيكم وإياي بطاعة الله، وأحثكم ونفسي على مراقبة الله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أما بعد، فيا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكلمت في الخطبة الماضية عن حقوق الوالدين، وعلمنا فيها أن عاق الوالدين يحرم من خير الدنيا والآخرة ولا ينظر الله إليه ولا يدخله جنته، وإن صام وإن صلى وإن تصدق وإن حج وزكى. واليوم يجب علينا أن نتعرف على الكرام الذين أكرمهم الله تبارك وتعالى ببر آبائهم. ماذا يأخذون من الدنيا والآخرة؟ بر الآباء والأمهات من أقدس ما وضعه لنا الإسلام في حياتنا الاجتماعية. حياة الإنسان مقسومة إلى ثلاثة أقسام: معاملة بينك وبين الله، ومعاملة بينك وبين خلقه،
ومعاملة بينك وبين نفسك. أما المعاملة بينك وبين الله تبارك وتعالى ما افترض عليك من عبادة، وأما ما افترض عليك بينك وبين الناس على رأسهم أقرب الناس إليك أمك وأباك. شبابنا اليوم، أحبابنا اليوم، ماذا أحتاج أنا وأنت من الدنيا؟ وماذا أريد في الآخرة؟ إذا كان عق الوالدين قد حرم خير الدنيا وحرم ثواب الآخرة، بار الوالدين شؤله. كلنا يتمنى لو كان في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، أليس كذلك؟ في حد ما يتمنى أن يكون قد عاش بين يدي رسول الله؟ قال كلنا نتمنى. وهناك تمني أعظم وأكبر، قال ما هو؟ قال أن أكون قد عشت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن خصني رسول الله أن أكون مستجاب الدعاء، أن أكون مستجاب الدعاء. ما معنى هذه الكلمة؟ هناك من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم دعا لهم رسول الله اللهم اجعله مستجاب الدعوة، فكل طلب يطلبه من الله يعطيه ربي تبارك وتعالى مباشرة وبلا تأخر. ألا تتمنى أن تكون ذلك الإنسان؟ قال بلى. وهل يوجد؟ انظروا إلى سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ممن خصهم رسول الله بهذه الدعوة اللهم اجعله مستجاب الدعوة. سيدنا عبد الله بن عباس دخل إلى السوق ليشتري بعض الحاجيات، بعد أن اشترى مد يده إلى جيبه ليدفع الثمن، يفاجأ بأن النقود قد سرقت. مصادمة. وهذه حالة صعبة، خاصة على إنسان معروف يقع في هذه المصيبة. فشعر صاحب البضاعة ومن حوله فقالوا يا ابن عم رسول الله خذها هدية. قال لا. ثم تفاجأوا أنه رفع يديه إلى السماء، والكل يعلم أن هذا الإنسان مستجاب الدعوة. فجس الناس على ركبتيه، الناس بقت في الأرض بخوف، يا رب دخلنا. وإذا به يقول اللهم إنك تعلم عبدك الذي أخذ مالك، اللهم يا رب إن كان عبدك هذا بحاجة إلى هذا المال فسامحه. قلوب الصحابة ترتجف، إذا كان بحاجة سام، وإذا كان غير حاجة. هل الآن ستنزل صاعقة بدعائه؟ وإذا بآل بيت النبوة يقول يا رب وإذا كان عبدك هذا بغير حاجة أخذها اجعلها آخر معصية له، يا رب تب عليه واجعلها آخر معصية له. فما رد يديه إلى وجهه حتى جاء ذلك الذي يقبل قدميه يقول يا ابن عم رسول الله أشهد الله أني ختمت إلى الله. ألا تتمنى أن تكون من هؤلاء؟ قال بلى. أنت منه، أنت منه إذا أخذت بكلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعطيك الدليل، كلنا نعلم ونحب سيدنا أويس القرني، أليس كذلك؟ ولكن أطرح سؤال وأجيب عليه، هل أويس القرني صحابي أم تابعي؟ الصحابي هو من عاش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاهده وجلسه. التابعي الذي جاء ولم يلتقي برسول الله، أي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هل هو صحابي أم تابعي؟ قال تابعي. إذا كان تابعي وذكره رسول الله بالاسم فكيف هذا الأمر؟ بر في والديه. نحن الخطبة لم نؤتي. أنا قلت أسأل وأجيب. لأن في خطبة الجمعة من قال لصاحبه صح فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. أويس القرني هذا من اليمن آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب رسول الله واتبع رسول الله وأراد أن يأتي إلى المدينة حتى يكون معه، ولكن كان لديه أم مسنة مريضة لم يستطع أن يترك أمه ويذهب إلى سيدنا رسول الله. يلا شيخي عم نترك أمنا وأبونا ومع روح أوروبا، بلا أم وبلا أب، الجزاء عم نشوفه. أولاد أخذوهم، بنات أخذوهم، عقيدتهم تغيرت ويكون على القنوات. أمك وأبوك وين؟ تركتهم في البلد وهم أطلع على مرتي وأولادي انبسط. سيدنا أويس القرني إلى سيدنا رسول الله ما سافر إكراما لوالدته. فرسول الله ما قال له أنت منافق، فضلت أمك عليك، وإنما التفت إلى عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما، سيدنا عمر وسيدنا علي. قال يا عمر يا علي، ستلتقون برجل اسمه ويس القرني، فإذا رأيتموه فاطلبوا منه الدعاء. شو اطلبوا؟ الدعاء. واللي بده يطلب الدعاء مين؟ سيدنا عمر، سيدنا علي. وأصبح كلما جاء موسم الحج يفتش سيدنا علي وسيدنا عمر عن ذلك الرجل، حتى جاء عام جاءت قافلة من اليمن فدخل فيها سيدنا عمر وسيدنا وسيدنا علي. هل فيكم أويس؟ نظر الناس بعضهم إلى بعض. أمير المؤمنين وعلي بن أبي طالب أبو الحسن الحسين وزوج فاطمة الزهراء يسألون عن أويس؟ قالوا نعم نعم معنا رجل، ولكن تركناه عند جمالنا عند الدواب، حطوا له الاكل وعلف، هن يجوا على الحرم يطوفوا ويسعوا يطوفوا، حطينا خادم عند الدواب. اين هو؟ في اي مكان؟ قالوا في ذلك المكان، ذهبوا اليه. فلما وصلوا اليه واذا برجل مطرق الى الارض يتفكر في الاء الله، فقال السلام عليك يا أويس. ما في الدنيا كله. فقال سيدنا علي يا أويس أنا علي بن أبي طالب وهذا عمر بن الخطاب، وإذا به يضرب الأرض بيديه ثم يقول وجبت الآن أقف. فسلم عليه وقال يا أويس بمن أنت هذه المرتبة؟ رسول الله لنا، رسول الله أوصانا أن تدعو لنا. فقال والله ما غزا رسول الله غزوة ولا ذهب في معركة إلا وكنت معه، منعني خدمة أمي عن صحبته، فلما كان بارا لأمه كان من أهل الدعاء المستجاب، والذي يطلب الدعاء من سيدنا عمر وسيدنا علي. ألا تستطيع أنت أن تمتلك هذه الدعوة ببرك لأمك؟ هذا واحد. اثنين، ونحكيها شغل الشباب بالعامية، يا شيخي والله كلياتها تحت دين وتحت هم وتحت غم وتحت كسر، وعم نخاف كل نهار والتالي يصير فينا إشكالية. هذا وقعنا اللي ما وقعنا هذا، وبدنا نخلص منه ونتم في أمن وأمان. قال بلى. أكيد؟ قال نعم. قال بر أمك وأباك حتى وإن نزل الصاعقة من السماء برك لأمك وأبيك يرفعه الله تبارك وتعالى عنك. يعني أجبتني مخالفة عن طريق من تركيا مثال، بعثوا لي كتاب أنت في بالها ننسف رحم البلد، وأنت بار في أمك وأبوك؟ قال نعم.
قم توضأ وصل ركعتين ثم قل يا رب أسألك ببر لأمي وأبي فرج عني ما أنا فيه والله إن الله يغير قانون مالك. قال هل هذا هراء أم له دينون بالشرع؟ تعال معي كله يكون حديث حفظني. الشباب الثلاثة طلعوا من زهر وجاهن المطر اشتد المطر وقدروا في صحراء في غار دخلوا فيه غار دخلوا فيها بعد ما دخلوا الغار اشتدت العواصف فنزلت صخرة كبيرة وسدتهم الغار. لا معهم جوالات يخبروا حدا ولا في طائرات عم بتصور ولا أخبار صناعية يعرفون وين. فحكم على السلاسة بالموت وبينما هم جياع ضعاف قالوا يا أحباب تعالوا نسأل الله فيش هنسألوا بالصلاة صليتها اللي بالزكاة دفعتها. قال كل واحد عمل واحد مو عمل واحد عمل واحد عملت خالص لوجه الله طالب ربك فيه. فقال أحدهم يا رب أنت تعلم كان عندي أجير اشتغل نهار زعل وشي قول أجرت نهار عني متى نهار فلان أي الحمد لله رب العالمين إن شاء الله ما يرجع يلا الله طعمنا أجرته اليوم أخذنا له إياها. هذا الإنسان حال العمل اليوم مع كل أسف. قال يا رب أخذت هذه الأجرة شغلت له إياها عنه ونميت له إياها حتى اشتريت له وادي من غنم وبقر وجبيل وادي تعبى كله له. فذات يوم دخل علي قال أنا عرفتني؟ قال لا والله. قال أنا لما كنت ولد شاب عم اشتغل عندك ولي جرت نهار عندك ولا قطع فيه السبل ممكن تعطيني جرت النهار؟ فعرفه قال نعم أنت فلان. فلما أصبح بعد أن أضافه وأكرمه قال انظر إلى هذا الوادي مليان. قال نعم. قال هذا هو كله لك أجرة ذلك اليوم شغلت لك يا صرفي. قال يا رب فأخذ كل ما فيها ولم يترك لي واحدة. أنا عملت العمل لوجهك إذا كان يا رب هذا العمل يرضيك خرج عنه. فتحركت الصخرة. يعني كيف تحركت الصخرة؟ ليش ما تحركت قبل ما يحكي الكلام؟ سر العمل الصالح أرسل الله ملائكة حركتها. قال الثاني يا رب إلي بنت عم عشقان وبدي إياها هي صاحب الصلاح وتقى هو صاحب فجر طلب مرارا رفضته ويتيمة لا عند أب ولا عند أخ هي أم. فذات يوم اشتد المرض في الأم وتريد دواء لها فقرعت الباب على ابن عمها يا ابن العم أمي تموت. قال بشرط أعطني جسدك وأعطيك المال. نظرت هذه المسكينة أمها بين الموت والحياة فوافقت. فلما اختلى بها كما يختلى الرجل بزوجته وإذا بدموعها تتساقط على وجهها قال لما البكاء؟ قالت يا ابن العم أسألك بالله ألا تفض الكتاب إلا بحق أنت تعرف هذا. قال يا رب خشية منك ومن وعدك ووعيدك ومن اسمك نزعت عنها وأعطيتها أضعاف ما تريد. قال فاهتزت الصخرة ما سمحش يطلع. الثالث قل له يا رب أنا لا عندي مال أعطي ولا عندي معامل أشغل عمال. يا رب أنت تعلم أني أنا عبد ضعيف أذوب أطعم أولادي وعندي أمي وأبي. حلبت حليبا كعادتي كل يوم فآتي إلى أمي وأبي واسقيهم ثم أعطي ما تبقى لأولادي. فدخلت يوم على أمي وأبي وإذا هم نائمة نائمة وأولادي يكون جعانين فخشيت أن أركضهما فأزعجهما. خفت أفيئن الزوج يكون المساكين مرضانين هل لم تنام وفيئن. فيا رب مسكت بالحليب وجلست بجانبهم حتى استيقظوا
فشربوا ثم أطعمت أولادي. إذا كان هذا العمل يرضيك فرج عني ما أنا فيه. انفلقت الصخرة وخرج الثلاثة بشو؟ ببطن لمين؟ لأم الأم. هل هناك أطيب؟ قال بلى. وما هو؟ يكفي كما قال أحد الصحابة لما مات أحد والدي وجدوه يبكي كثيرا فقالوا والإيمان وين الصبر؟ ليش كل البكاء؟ قال والله لا أبكي إلا على أمر واحد. قال وما هو؟ قال كان لي بابان مفتوحان إلى السماء أغلق واحد وبقي الآخر. أمك وأبوك بابان إلى السماء. هنا أطرح سؤال على الوالدين، كيف أنا بدي أساعد أولادي حتى يكونوا بصورائي؟ مع كل أسف يا أحباب رسول الله الحديث يقول في هذا المجال، ولكن أضع بين أيديكم أول خطر نتعامل به في بيوتنا ونحن لا ندري، وبعد ذلك نريد من أبنائنا أن يكونوا أنبياء بين أيدينا. الأمر الأول، ابنك المال والبنون شو؟ زينة الحياة الدنيا. هذه الزينة لا يمكن أن تنمو وتتكامل إلا بإشراف الأم والأب. فاليتيم ليس اليتيم اللي أبوه مات أو أمه ماتت، اليتيم الذي لا يعرف أمه وأباه في الحياة إلا من أجل الطعام والشراب، هذا هو اليتيم. أول خطوة لتربي أولادك على هذه الأخلاق أن تكون أنت وزوجتك متكافلين متضامنين أمام أبنائك. بمعنى الولد يريد شراء كرة، تشتري طابة، أنت تقول لا. الأم ليش يا أم فلان لا؟ سعر الأولاد خلي يشتري. مثال بسيط على بعض. قال هذه الكلمة أنت وهي دمرتم الولد في حبك وحب أمه. أول قاعدة في البيت إياك ثم إياك أيها الأب، إياك ثم إياك أيتها الأم أن يشعر الولد أنت وزوجك في خلاف تربية الولد. مهما فعل الولد مع أمه وأنت تعلم أمه ظالمة له أمام ولدك، لا تقل لولدك أمك الآن تظلمك، لا، بل هدي الوضع وبعد ذلك اختلي في غرفة نومك مع زوجتك وقل لها أنت أخطأت في حق هذا الولد. وكذلك الأم، بمعنى مصيبتنا اليوم الأم تكون مع الأولاد في ناحية والأب يكون عدوهم في ناحية، وفي مقام آخر تتبدل الصورة، فماذا فعلنا نحن في البيت؟ أصبح عندنا أمران، نخبي على الأب ما يغضبه ونظهر له ما يرضيه، وكذلك الأم نظهر لها ما ترضى به عن الأولاد ونخفي عنها ما ترضى ويرضى أبي، ثم بعد أيام نفاجأ بالبوليس والشرطة والأمن يقرعون الباب علينا. ما في الأمر؟ ابنك فعل كذا وابنتك فعلت كذا. السبب أنت بخلافك مع زوجتك في تربيتها وخلاف الأم، وكما يقال في العامية تخباي الأم على الأب في أعمال الولد والبنت، دمرتم الأولاد وأوصلتموهما إلى كلمة عاق. الأمر الثاني أن تعرف قيمة ولدك. مع كل أسف اليوم بجي لعندك تجي لعندي الولد هنا يقول لعنا الشيخ جاي ولا عيب ابني جاي لعنا الشيخ ممنوع تمرك أنت بيناتنا. من هذا الشيخ؟ عمك جاي لعنا عيب تمرك بيناتنا، هذا مجالس الكبار. وهل هناك أكبر من مجلس سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أما جاء في السيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم له شراب في رواية حديث وفي رواية ماء، فعادة النبي عليه السلام قبل أن يشرب أي شيء يقدم لأصحابه. مين كان ذلك عايبينه؟ طفل
وعلى يساره مين؟ سيدنا أبو بكر. هذه الصورة نأخذ منها أن الأولاد يأخذون من الكبار كما تأخذ أنت يأخذ قلبك من دمك في جسدك. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما طلعني هذا ولا سوبر ذكور جنبي. أنت شلون بينكم؟ والصحابة بركنني. ما نظر هكذا، التفت إليه وقال: أيها الغلام، أتأذن لي أن أعطي أبا بكر عن يساري؟ قال: لا، والذي بعثك بالحق، والله لا أرضى يا رسول الله. الله أكبر، ترفض؟ ولكن انظروا إلى الأدب. قال: يا رسول الله لا أرضى. لماذا؟ قال: لا أوثر على ثؤرك أحد. أنت مشرب بالكاسة؟ أنا بدي أشرب مطرح ما شربت، ما بدي حدا يشرب مكاني. الصورة بناخذها وين؟ وين كان بيرك الطفل؟ بجانب رسول الله وعن يمينه في صدر المجلس. الأمر الثاني: إياك ثم إياك أن تهين ولدك أمام الناس مهما فعل مهما أخطأ. خذه إلى بيتك فيما بينك وبينك بالنصح وليس بالعصا، لأنك حينما تهدر كرامته أمام الناس تعود عليها، فإذا ما اشتد عوده سيقدم لك الإهانة أمام الناس. الأمر الثالث، وهذا أخطرها وأسمعها: إياك ثم إياك أن تتكلم في أخطائه بغيابه أمام الناس. عجبك يا أبو فلان بيعيش مسوي ابني؟ مسوي كذا وسوي كذا وسوي كذا. هذا الشاب لما خبر من الناس أني أبوه فضحه. كيف الولد يرجع عند أبوه يعطيه سر من أسراره حتى يتوب إلى الله؟ هذه الصفات التي نتعامل بها مع أولادنا أوصلت أولادنا أن يتخذوا أي صاحب أفضل من الأم والأب. أليس هذا واقعنا؟ قال: ما هو الخلاص؟ خلاصنا أن نعود مرة ثانية إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتعلم من هذه الكلمة، من هذه الآية: بسم الله الرحمن الرحيم، يوصيكم الله في أولادكم. كيف يوصينا يا رسول الله؟ هذا ما أشرحه في الخطبة القادمة إن شاء الله. اللهم لا تدعنا غرا ولا تأخذنا على غرا ولا تجعلنا من الغافلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله، نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إرضاً لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله المصابيح المراد. ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر. يا معاشر الأحبة، يا معاشر الشباب، يا معاشر أحباب الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، إياكم ثم إياكم ثم إياكم أن تيأسوا من رحمة الله. بمعنى، لو وجد فينا إنسان قصر في حق والديه، عقهم، أساء لهم، وقال ماتوا، يعني أمي ماتت أو أبي ماتوا، أنا سمعت الكلام معات على جهنم أنا. لا يا أخي، لا يا أخي، لا. استغفارك لهم ودعاؤك لهم والصدقة عنهم، الله تبارك وتعالى يرضيهم عنك حتى في القبر. تمام يا أحباب؟ لا نيأس من رحمة الله، ولكن حينما نشدد على بعضنا في هذه الكلمات حتى نكون أقرب الناس مجلسا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. أليس هذه حسن الخلق أولى الناس في أمي وأبوي؟
اللهم اجعلنا كذلك يا رب العالمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين. واخذل اللهم من كفرهم من خذلهم بقدرتك يا عزيز يا حكيم. اللهم يا ارحم الراحمين لا تجعل فينا عاقا لوالديه ولا قاطع رحم. ومن ابتلي بذلك من هذا يا رب العالمين اكرمه بالتوبه النصوحه بين يديك واقبل توبتنا اليك يا الله يا الله يا الله. اللهم انصر عبادك وعيالك في بلاد الشام وفي كل مكان، واحفظ هذه البلاد وبلاد جميع المسلمين يا رب العالمين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. عباد الله، ان الله تعالى يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اقيموا الصلاه.